إلا إبراهيم. لا لا جاي. لا لا مش جاي دلوقتي ما فيش إن شاء الله. إحنا لما تكلمنا مع حضرتك يوم الاستقالة يعني قلنا الرجل الموقف، وكانت معنا الدكتورة منى مكرم عبيد وكانت برضو مستقيلة من حزب الوفد، وقلنا الدكتورة منى موقف والدكتور حازم موقف. يعني متى قررت ان انت يعني تضحي بالمنصب وتضحي تاريخك؟ هل انت استقلت ام اجبرت على الاستقالة ام هي اقالة ام ايه؟ الحقيقة انا اجبرت على الاستقالة مرتين، مرة قبل الثورة ومرة بعد الثورة. اللي قبل الثورة كانت بسبب انضمامي للجمعية الوطنية للتغيير وانا رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في عهد الدكتور طارق كامل في 2010. وكان السبب برضو انه ما فيش تقبل لي ان انا انضم لي طبعا في النظام السابق، ما فيش طبعا مجال للكلام ده. فانا يوم ما انضميت للجمعية الوطنية للتغيير تاني يوم قدمت استقالة الوزير. ويعني احاول يتكلم معايا انه اللي بتعمله ده طبعا كارثه وكلام من ده. قلت له خلاص انا خدت قراري. فليه اجبرت؟ المفروض ان انا قدمت استقالتي، لكن لان لو الوضع الطبيعي لو النظام عادي ممكن اي شخص ينضم لاي مجموعه سياسيه ده في النظام الطبيعي. لكن بما النظام كان مش طبيعي وكان عنده هسس عالي جدا لا هسس مش طبيعي، فقالوا لي لا انت تقعد لغايه لما نقرر انت هتمشي امتى. ده كان قبل الثوره. وحصل تهديدات طبعا من امن الدوله اياميها، وبعد ما استقلت كمان اتهددت بعديها ان انا اقفل الفيسبوك اصلا. يعني شوف حضرتك حتى الفيسبوك يعني مش للدرجه دي، يعني لا اقفله قبل انتخابات 2010. بعد الثوره انا اشتغلت في شركه كبيره، اشتغلت في مايكروسوفت فتره طويله يعني اقصد 4 شهور. وبعدين بعد الثوره قلت بقى فرصه الواحد يرجع للعمل العام. مناخ بقى يعني احنا انا ايام قبل ما كنت في الحكومه قبل الثوره قلت طبعا المناخ السياسي كان كله اسود يعني. طيب بعد الثوره بقى الواحد يرجع يحاول يعمل حاجه بقى يبني على اساس ان الواحد كان حاسس ان الثوره نجحت. بعد ما جيش والشعب ايد واحده في 11 فبراير كان ساعتها ات ذيس مومنت يعني في اللحظه دي كان كل الناس فاكره ان الثوره نجحت والموضوع خلاص تم يعني توكيل المجلس الاعلى باداره شؤون البلاد واعتقدنا ان الثوره انتهت. فرجعت ساعتها الى مركز الابداع كنائب وزير وابتديت اشتغل. الشغل ماشي كويس قوي في اول شهرين وكان نفسي مفتوحه على اساس انه المناخ برضه مختلف يعني مهما كان. جه قصه بقى الاستبعاد الوزاري وما كانش في مشكله ان الواحد يترشح واستبعد يعني بصرف النظر عن السبب ايه، لكن ما فيش مشكله. لكن كان مصاحب ليها حمله اعلاميه غريبه ومشبوهه انا في رايي. وطبعا كانت لازم ارد عليها عشان دي فيها سمعه وكلام من ده، خدت مني شويه مجهود. خلصت الحمله بتاعت الاخ خالد صلاح واليوم السابع وابتديت اركز في الشغل تاني. طبعا القناعه الشخصيه ان من قبل الثوره من اول 2010 مفيش بقى مجال ان الواحد يسكت عن اي حاجه. اللي انا ملتزم بيه كموظف عام في الحكومه ان حدود وظيفتي لا تتطلب ان انا ما اتكلمش في حدود الوظيفه الا بالتنسيق مع السلطه المختصه. وده شيء موجود في القانون للعاملين في الدولة. لكن ما عدا ذلك خصوصا بعد الثورة مفيش أي حد من حقه ولا الوزير ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا أي حد في مصر يمنع أن أنا أتكلم بحرية في أي مكان. فاللي حصل أنه طلعت في قناة نايل لايف كنت بتكلم على تصويت المصريين في الخارج وانتقدت أداء اللجنة العليا للانتخابات، وكان قالت ساعتها أن العايز ينتخب يجي من بره أهلا وسهلا. فطبعا ده كان كلام مش مظبوط لأنه ده معناه إيه؟ أن الحق موجود لكن ما فيش تمكين. مش ده اللي احنا عايزينه بعد الثورة. واتكلمت على المجلس العسكري احنا كلنا بنتكلم فيه أنه هو دايما يعني بيستجيب بعد ضغطي بيستجيب بعد ضغطه، وده حقيقي. جالي بقى يعني كلام من الوزير الاول، جالي ورقه بتقول ان انا مش المفروض اتكلم في الاعلام، جالي ورقه اخرى بتقول ان عمال للقانون. فرجعت للقانون بتاع العاملين في الدوله، وبعدين قعدت مع الوزير قعده كده يعني فريندلي يعني، وهو يعني اخ عزيز جدا وعلاقتي بيه كويسه من قبل كده. قال لي بص يا دكتور حازم يعني ما معناه انه يعني لو انت عايز تتكلم بقى في المواضيع دي ما ينفعش تتكلم وانت في الوزاره. ما ينفعش تتكلم وانت موظف في الدوله يعني؟ قلت له بس حضرتك ده يعني حتى قانونا مش صح. ده قانونا مش صح. انا في حدود الوظيفه بتاعتي ده من حقك، لكن خارج حدود الوظيفه مش من حقك. ما معناه الـ 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 يعني الدكتور سالم الوزير ما كانش طرف مباشر في القصه لان التعميم جاي من مجلس الوزراء. بس هو يا جماعه مش حريه الراي مكفوله بالدستور؟ ما هي مكفوله بالقانون وبالدستور، لكن هو في التزام اعتقد الماده 47 في الدستور بتقول حريه الراي مكفوله لكل انسان بالتعبير عن رايه طالما البني ادم في حدود القانون.
طالما الإنسان بيكون في مكان محدد أو على كرسي محدد بيلتزم بواجبات ومتطلبات هذا المكان. واجبات ما يقولش رأيه في الدنيا؟ لا يقول رأيه بكل حرية، لكن مع التزامه بالواجبات وبال القانون مادة 47 بتقول لك حرية الرأي مكفولة للمواطن إنه يعبر عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو أي وسائل التعبير في حدود القانون. إحنا مش مختلفين. طب أمال ليه بقى؟ إحنا مش مختلفين، لكن في القانون بيحدد برضو الالتزام بقواعد محددة طالما الشخص بيكون في وظيفه معينه. لا ما هو فيما يتعلق بعمله ما يقدرش يكشف اسرار الشغل، بس ده اللي احنا بنتكلم فيه. على فكره كان رئيس مركز الابداع يعني الابداع بيتطلب ان الناس تقول، مش معقول يبقى رئيس مركز الابداع واخر. شوف، هي حاجه ثقافه وفكر اكتر منها قانون يعني. هو القانون ما يمنعش، هي ثقافه وفكر ومنهج في الاقتناع والقناعه بحريه الراي. يبدو انه الحكومه الحاليه بتكلم بمنتهى الصراحه يعني بدون حرج يعني ما عندهاش لسه القناعه دي، ما عندهاش قناعه اعطاء الحريه للمواطن المصري ان هو يتكلم، وبالعكس انه يشجع انه يتكلم. يعني مش لازم نربي ناس مكممين الافواه تاني زي النظام السابق، ما دي نفس العقيده السابقه. كويس، ده لازم يتغير. انا خدت الموضوع ببساطه يعني، ما لان كان ممكن اخش ان انا استنى لغايه لما يخلوني وبتاع، قلت لا انا همشي. وطبعا لابد من التحدث في هذا الموضوع، لانه انا مندهش برضو ان الورق دي طلعت ازاي من مجلس الوزراء، ومندهش الدكتور عصام شرف ازاي وافق عليها، لان مش ده الوقت. مش ده الوقت. التنسيق حضرتك مع السلطه المختصه مهم جدا فيما يتعلق بخطه الوزاره فيما يختص بالعمل. ما ينفعش انا قاعد مع الوزير بنتفق على حاجه وفي رساله اعلاميه بنقولها ونطلع نقول كلام مختلف. ده حتى مش في الحكومه، ده خارج العمل الحكومي كمان.